تستخدم للتلفزيون في الاعلام بشكل عام، سواء الاسرار والاخبار، حتى الاخبار ما فيش ضروره. في طريقه نحن نبدا نتفادى الامر، في شيء مقابل أن نوظف هذه خاصة للأطفال، نعم، أن نوظف هذه البرامج ونرتب المراقبة الذي يقدم لأبنائها. أن يستغل جهاز الفيديو الذي نجرناه. عندما هاجمنا جهاز الفيديو ظهر لنا جهاز آخر. نسينا جهاز الفيديو واستغلنا جهاز السرايا. نسينا جهاز الفيديو أنه ممكن أن يوجه. السرايا قد يوجه وقد لا يوجه. لكن الفيديو ممكن أن يوجه. ممكن أن يصمم فيه برامج خاصة. وبالتالي أنا أقول بأن لابد أن يستمع فعلا كما قلت. يجب أن نناقش كيف نستطيع ان نقدم شيء جديد. لكن الا نتوقف، الا نهاجم ونقول بان هذا يسبب لنا العجز. لا نلعب الظلام، وانما ان نشتغل بايداع الشمعة. شكرا جدا على ظهرك. والله لا تعيني. بسم الله، كنا قد حدثناكم خلال فتره الصراحه ان تبحثوا عن مشكله اجتماعيه واجهتك وان تفكر من منظور الشخص الاخر. ممتاز، هل من احد فكر بهذه الطريقه؟ السلام عليكم. قبل ما اقول كلمه للاستاذ محمد، حابب اليوم ان يوم عملت معه شغل خاص. قلت له حابب انه يحكي لي ما في داعي ما في داعي ما في داعي، بس طبعا هذا اللي كان كان مداوم. بس ليش كنت معه؟ اليوم انا عملت معه شغله الظهر فنشرت بعض الاعلام. انا ما بريد ابدا انا عن جد كريم 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 اخلاق جدا 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 انا عم بروح بزور الكامب في دارهم. شكرا لك. تماما تتعامل مع الزوجة، تماما تتعامل مع الزوجة. بعد الكبار في بابه أخذت
الموضوع انا اللي سنتحدث عنه الان. في لب الكلام اللي تقول الاخت ما سنتحدث عنه، هي اعطتنا مقدمه اللي سنتكلم عنه، هي اخذتني حقيقه عن اكلمكم عن اهميه هذا الموضوع. في يوم من الايام اتصل علي احد الشباب، كان قبل فتره حضر معي دوره وكانت الدوره قصيره جدا، وبعد فتره طويله اتصل علي. هو شاب حقيقه مجتهد لدينا في المنطقه، جدا مجتهد، يدير احد مكاتب الصحف. اتصل علي في وقت متاخر من الليل، قال لي اريد منك ان تمر علي المكتب. استغربت تماما، قلت له في هذا الوقت تجد موظفين. زرت الشخص، سلمت عليه، اول ما سلمت عليه تفضل. اول ما دخلنا في الباب كان هو سبب. دخلنا في الباب الثاني حرب السبب. دخلنا الباب الثالث حرب السبب. انا ان شاء الله حيا. لا حبيبي. لا لا هذه حكسرني مرة واحدة خاطبنا. زين. هذه من القصص اللي سيكون معكم ايضا في عملية تقييم الدواء. فلما دخلنا الى تلك الغرفة جلس وقال لي انا عندي مشكلة حقيقة اتيت بك عشان اناقشك في هذه المشكلة. قلت له تفضل. قال لي انا حياتي تحطمت. اول كلمات انا حياتي تحطمت. البعض منكم البعض حياته مجرد قزازة زجاجة واحدة هشة اي موقف كانت حياتي. حياتي تحطم. فقلت له ممتاز، كيف تحطمت حياتك؟ قال لي كيف؟ قلت له مش انت تقول حياتي تحطمت؟ كيف حطمت حياتك؟ قال لي لا تكلمني بهذه الطريقه. قلت له انت الان تحطم حياتك، احكي لي مباشره من المشكله. قال لي المشكله ان انا خطبت بنت ثم عقدت عليها. العقد يسوق عندنا مرحله الدخله. مفترض ان بعد الاختبارات نحن الآن قبل الاختبارات، اختبار نهاية العام بقى بأسبوعين، ومن بعد ذلك عندنا اختبار بأسبوعين، يعني بعد شهر ستكون مرحلة الدخلة. لكني الآن قررت حقيقة إيطالية. سبحان الله. يعني باقي أسبوعين وأهلها والعرس، قال لي كل شيء جاهز، لكني قررت إني أطلقها. وأنا خلاص اتخذت هذا القرار، الآن أنا أتيت بك حتى تساعدني، كيف فقط أوصل هذا الخبر لأبوها وأمها ولها دون أن يشرح عملية صدمة نفسية لهم، لأن في بعض عائلاتنا مرتبطة ببعض. يا سبحان الله. طيب قل لي ما الذي حصل؟ ما المشكلة؟ قال لي صدق كل ما اتصل عليها عشان أتكلم معها تتكلم معي بجدية ومنطقية تماما. أنا طبعي مو هذا الطبع، أنا أبغى واحد يقول لي أحبها، أبغى واحد يتكلم معي بحب في الهيام تبادلني مشاعر. لكنها هي سبحان الله اول اسبوعين كانت معايا كويسه، لان هذه الاسبوعين كل ما اتصل عليها تقول لي ممكن اتصل عليها بعدين، ممكن يكون اتصالنا مقلل، لان بصراحه اتصل عليها كثير. سالت قلت له كم مره اتصل عليها في اليوم؟ كان يعني قليل 20 30 مره. قلت يعني 20 30 مره بس؟ قال لي بس. قلت له ممتاز. ما الذي يحصل؟ قال لي يوم رحت عندها البيت، انا كنت اول رحت عندها البيت يصير عندها نص ساعه، بس عندها ساعه، تعرف صاحب هذا من النوع حساس جدا، يعني يهمه المشاعر، يهمه انه يتكلم بالحب. قلت له ممتاز، لما تروح عندها البيت ايش اللي يحصل؟ قال لي في الاول ايام من رحت اجلس، يكون اخوها صغير موجود احنا نتكلم، مشاعر نفسي اني مبسوط، اكاد اطير. لكن هذه الايام اول ما رحت عندها كل ما اجلس 10 دقائق ايش تقول لي؟ تقول لي خلاص انت ممكن تمر علي بكره، انا عندي مذاكره. شفت ايش؟ عندي مذاكرة. قلت له ممتاز. بس عندي سؤالين، سؤالين بسيطة جدا، أريد إني أسألك إياهم وجاوبني عشان بس يكون عندي صورة عن الموضوع. قبل ما أعطيك الموضوع، قال لي ما هو السؤال؟ بس سؤالين، دعوة من كلمات، بس سؤالين. معنى الحب عندك ومعنى هذه الفترة، فترة الخطوبة والعقد، أنت تقارنها بمين؟ من النموذج اللي عندك؟ مين الذي أنت تسمع عنه عشان تقارن عليه وتقول إنها هي غير مشاعرية؟ قال لي كيف؟ في احد تعرفه؟ قال لي ايوه معايا صاحبي احمد ما شاء الله هو نفس الفترة عقد معاه، لكن سبحان الله تشوف العروض، تشوف كيف العطور اللي تديه وهو يهدي لها، والله لما يكلمني عن لحظات انا ما يكون عندي زي كذا. لاحظ هذا نظام اسمه نظام المقارنة، عنده شيء يقارن معاه، عشان كذا يشعر بانها غير جيدة، لازم تكون تلك، يجب ان يكون هو مثل التالي. هذا نظام اسمه نظام مقارنة. قلت له ممتاز، سؤال رقم 2 فقط جاوبني عليه، هذه البنت تدرس في اي صف؟ تكلمني عنها تدرس في اي صف؟ وما هو تخصصها؟ عشان تهتم بهذه الدرجه المذاكره. قال لي اوف
تدرس الرياضيات الأولى على الجامعة.